نتكلم على استعراض مباريات اليوم، ويمكن طبعا منذ قليل انتهى الشوط الاول في نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه ما بين يانج افريكانز التنزاني مع اتحاد العاصمه الجزائري. فريق اتحاد العاصمه النهارده بيلعب لقاء الذهاب خارج ارضه في تنزانيا، وما زالت نتيجه الذهاب او لقاء الشوط الاول 1-0 لصالح اتحاد العاصمه الجزائري، هدف احرز في الدقيقه 30 من الشوط الاول. طبعا ده يمكن نقدر نقول اتحاد العاصمه يعني لو انتهت المباراه بالنتيجه ده هيكون قطع اكتر من نص المشوار لقاء العوده في الجزائر بعد حوالي 5 أيام باذن الله، وكل التوفيق ان شاء الله للفريق الجزائري الشقيق للفوز بلقاء الذهاب امام يانج افريكانز. النهارده حضور جماهيري كبير جدا في ملعب دار السلام في تنزانيا، لان حدث فريد بالنسبه لتنزانيا ان يكون يانج افريكانز موجود النهارده في نهائي كاس الكونفدراليه. طيب نروح للدوري الانجليزي، وخلاص بقى بنتكلم في المراحل الختاميه، انت بتتكلم على كل مباريات الجوله بتتلعب في توقيت واحد 6:30. نحسب مع بعض ونشوف ماتشات النهارده. ارسنال بيستضيف ولفرهامبتون، استون فيلا بيستضيف برايتون، برنتفورد بيستضيف مانشستر سيتي، تشيلسي بيستضيف نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس بيستضيف نوتنغهام فورست، ايفرتون بيستضيف بورنموث، ليدز يونايتد بيستضيف توتنهام هوتسبير، ليستر سيتي بيستضيف ويست هام يونايتد، مانشستر يونايتد بيستضيف فولهام، ساوثهامبتون بيستضيف ليفربول. نروح للدوري الاسباني، وايضا بنتكلم في الجوله الاخيره فكل اللقاءات في توقيت واحد. الساعه 8 تنطلق مباريات الدوري الاسباني. اتلتيكو بيلباو بيستضيف اليتشي، اتلتيكو مدريد بيستضيف ريال سوسيداد، برشلونه بيستضيف ريال مايوركا، ختافي بيستضيف اوساسونا، قادش بيستضيف سيلتا فيجو، رايو فاليكانو بيستضيف فياريال، الماريا بيستضيف بلد الوليد، جيرونا بيستضيف ريال بيتيس، فالنسيا بيستضيف اسبانيول. طيب دي مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ولقاء ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.